معك محمد من مدينة تيفر القيادة سيدي عبد الرزاق. كنسكن في النواح ديال القيادة ودوار الغزاونة. شنو وقع في بنتي سنة تعدوا عليها هاد الناس جيراني وصحابي وهاد الشي اللي كاين اخو طعنوني هاد الناس بزاف. 12 عام. 12 عام ما تخش لك. ما بقى داخل طيفلاش من داخلاش من داخل لا يقع بلي بقى خصك العاد بقى خصك ما دابا تحرمت من داك اللعب ودا دار التي لات ام ولا دابا ام صبحت ام 12 عام صبحت ام بحال نفسي ديال البنين وشويه ديال الحنان وصافي راه ما كايناش شي حاله اللي تعجب هي داك الشيء اللي من نجم راسه وما كاينش بالضبط. يعني شنو واش نعاود ليك اشنو قالت ليك هاد الناس هادوك تعرفهم القرابه اللي كنت جمع بيناتهم. جا جيراني صحابي بزاف جيراني بزاف هما اللي معايا في الدوار الاخبار اخويا انا ما صدمت تست البنت حامله على سخط الاخبار سمعتها في السوق سمعت الاخبار في السوق لواحد الدوار بعيد علينا ماشي في داك الدوار اللي عندنا هاد السيد قال لي اخويا اشنو بنتك راه كنسمعوا اشاعه ماشي هو قال لي مأكده حامله إذا كان سمعوا إشاعة بنت فلان راه حاملة عندها 6 شهور جا قال لي مسكين مني قال لي ديك الهضرة دوخني نيشا سمحت فيه وزن وجيت للدار لقيتني تغال الوالدة وديك البنية فيت سولتها ما بغات تقول لي تهضر البنت ما عرفتش واش بان عندها شي حاجة ولا مضاغطين عليها نفسيا ولا مول 12 عام راه صافي هي هذيك اخويا انا راه مضطر بزاف صافي من تما مشينا قلت للوالده الوالده قلبتها قالت لي عندها امارات الحمل صافي دينا اخويا الطبيب قلبنا قالك عندها 8 شهور قلنا له شكون يدير لك الفعله قال لك فلان وفلان وفلان تما اخويا تواجهنا القضاء نعم درتو لها فحوصات شنو قال لكم الطبيب؟ قالك هذا 8 شهور وشي حاجه دابا هاد دخلتيهم لدارك وكلتيهم ماكلاتك ما كيحايدوش من دار كلاوهم ما قلتي بزاف بريمو تعذبتيش انت شويه ما بريمو انا راس صعيب الحال لا يدوز شي مسلم بحال كل شي واحد كون راه ماشي غاي حرام كرا شتت ما حالو وشتت كل شيء وكرا غبر هو ما يبغاش البنت بنا ولدي حنا ما عقناش فيها حاملة ولا ما حاملاش النار جرى لي هاد المشاكل ولدي مشى للسوق مشى للسوق وما راه عندهم الخبار اللي دايرين لي هادوك الفعايل تيمشيو للدوار تيقولوا لي فلان راه حنا تنتكرفسوا عليها وحاسبين ليها تكرف النهار دايروا لي هذاك الشيء حاسبين الدريه تيعاودوا لينا دابا الناس تيعاودوا لينا قالك حاسبين الدريه تيقول لك حاسبين الدريه شحال عندها وشحال عندها دابا التجره هاد المشاكل هاد الشيء عمر ديال الدريه شحال عندها 12 سنه شوف قالك شي شهوره من فوق ولا الحالة المدنية راه كاينة كلشي حنا واخا نهضرو واخا نقولو الحالة المدنية هي اللي تبعو الوليدات خوتها شحال عندهم وتبعو هادي شحال عندهم حنا ما نوضوش نكذبو هما دابا تيقولك الدرية هما دابا ولاو تيديرو ليها قالك عندها 18 عام اش طاري اش نضج لها هاد الناس وهاكم هذا راه صاحب ولدي اللي دار هاد الشي وزيد ولد ختو وزيد جارنا حدانا لهي شتي بينو شي عداوة بينو بين الأب ديالو شي عداوة وتقول هذا راه هذا مول الولاد راه بحال خويا راه بحال ولدي هو دايرو بحال خوه ما كاينه لا عداوة لا حتى حاجة ولدي تعداو علينا ربي يشد الحق
عندنا العداوه حنا وياهم، هما راه ما تيخرجوش من الدار ديالي يعني. بالنسبه لبنية ما صرحاتش ما خايفه، خايفه تهدوها خوف. رانا انا شي واحد داخل عليا يقول لي الموس ولا شي حاجه نخاف منه، نبقى نمشي غدا مع الطريق ونخايلو الطفله تهدوها بالماضي بجي. بجنوية؟ ايه بالجنوية، تبي ندفعوك وندفعو خوتك وبوك ونحيوكم، نحيوكم اه نحيوكم. والبنت خايفة فين 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 زيرها هذا، قالت لي تيديرني بالماضي تيخلعوني بالجنوية ندبحوك. شنو كيلقاو في البلاد الحاجة؟ ها؟ شنو كيلقاو في البلاد؟ ما حاولتوا أنكم ديروا شكاية؟ ما حاولتوا أنكم تمشيو؟ ها وكان عاد دير خبار أنا كل النهار الأول ما أنت أنا غندير. علاش تصدقوا خبار؟ ما تيشوفوني أنا راني كان عندي معايا. والناس اللي يخرج اللي يدخل ولدي تاني مع الوقت تاني خارج جايب الناس، خصك فاش تكون مع الناس؟ صافي هذاك الشيء ما دينا حنا ما صافي. تقولوا لينا البنت راه مشاو ولدي للسوق، قالوا لي راه الدريه عندك حامل. فتنطلب ولدي راه المخزن عارف كل شيء، انا دابا اش غادي نطلب؟ بغيتهم انايا شي قال على تكرفسوا لي على البنت، بغيتهم يقعدوا على طول السنين. وانا هاد الشيء هاد الصحبه ما بقاش تصحب شي واحد وتدخليه لداركم، شتي؟ ما تصحابش واحد وتدخليه لخواتاتك وتقول هذا صاحبي عزيز عليا، وهذا الشيء اللي جرى لولدي انا، هذا صاحبه هو اللي دار ليه كاع المشاكل هذا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.